مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من سياسه تفاعليه لسوف تيفي. حضرت المندوبيه الاقليميه للصحه والحمايه الاجتماعيه بسطات من شرب الحليب والمشتقات ديالو اللي كيتباع بشكل عشوائي واللي ادت لارتفاع حالات الاصابه بداء السل. ووجهت المندوبيه تحذيراتها بعد ما ارتفعت حالات السل وسجلات جميع المراكز الصحيه اللي كتواجد في سطات ارتفاع في حالات الاصابه بداء السل وبالخصوص المركز الصحي الخير. ووجهت الخلية الإقليمية لحفظ الصحة والبيئة التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى باشا المدينة رسالة كتطالب فيها بالعمل على منع الحليب والألبان اللي كتباع من طرف الباعة المتجولين في ظروف غير صحية في الأزقة وأمام أبواب المساجد واللي فيها بزاف ديال البكتيريا اللي كتسبب هذا المرض. بهذا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.